أطلقت وزارة النقل القطار الصيني في أول رحلة تجريبية له من بغداد إلى المحمودية لحين شروعه برحلته بين بغداد والبصرة ضمن تعاقد كانت أجرته الشركة العامة للسكك الحديدية مع شركات أجنبية لإعادة تأهيل شبكة نقل سكك الحديد في البلد، بعد أن تم التعاقد على استيراد 12 قطارا بقيمة 115 مليون دولار مع شركة دي إي سي الصينية. فحص قدرات الكادر العراقي بتشغيل القطار، وثانيا يعني الوقوف على أي مشكلة تصير أو أي طارئ ممكن يصير. وشهد شبكة نقل السكك الحديدية في البلد تدهورا وإهمالا تبع أحداث 2003، واستمر لأعوام استعيدت معه شبكة النقل مع القطارات القديمة والشبكات المتعرضة لتقطعات في الطرق من بغداد إلى المحافظات. بقي بعض تلك الشبكات يعاني من ممرات عبور غير نظامية، فضلا عن مشاكل أخرى تواجهها رحلة القطارات في عدة محافظات. دعت مسؤولي النقل إلى توجيه رسالة للعوائل لتربية أبنائها على حس المواطنة وعدم تخريب ممتلكات البلد. نلاقي صعوبات يعني جمة في هذا الخط اللي هي بناء ممرات تعابر غير نظامية، فضلا عن رمي الحجارة من قبل الصبية ومن قبل ضعاف النفوس على زجاج القاطرات، إضافة يعني البعض من عندهم اللي موجودين في المناطق النائية والأرياف والقصبات، الحقيقة المواشي مالتهم أيضا يعني في محرمات السكة. المسافرين يعني بعد ماكو أكل يجيبون بالقطار، يجيبون أكل جاهز من داخل المطعم. ويؤمل وصول القطارات المتبقية بعد مضي عام واحد، فيما ستسير الشركة العامة لسكك الحديد 6 رحلات يومية بين البصرة وبغداد خلال العام 2015 للإسهام في إنعاش حركة نقل البضائع والمواطنين. صبرين كاظم، الحرة، بغداد.